اجتماعي حكيت عنه ضجة الدنيا لفيديو لشاب بعمره 16 سنة لصرخة غريتا تومبريك هزت العالم كله بأسره. كل العالم شافت هذا الفيديو وكل العالم علقت على هذا الفيديو على كل شبكات التواصل الاجتماعي ومنهم المشاهير ورؤساء. طبعا هذه الكلمة كانت بافتتاح الكومة الدولية للتغير المناخي بنيويورك لجلسته 74. طبعا ما ترأس هذا الخطاب لا كلمة رئيس ولا كلمة ملك ولا حتى وزير، بل ترأس شابة ناشطة بيئية الأصغر سنا عمرها 16 سنة كانت عم تحكي خالد بشغف وكانت مأثرة كتير بالخطاب تبعه، وكان كل الرؤساء الموجودين بهذه القمة عم يسمعوا لها. وكان بخطابها لغريتا ببداية كلمتها قالت غريتا رسالتي لكم اليوم هي أننا سنراقبكم، وتابعت بلوم الزعماء قائلة هذا كله خطأ، لم يكن يجب علي أن أكون هنا بل في مدرستي بالجانب الآخر من المحيط. فهي بتعني أنه هي عم تحكي بقضية البيئة وعلى تغير المناخ بشكل عام، وهي ناشطة بيئية معروفة. وتابعت كلمتها غريتا لقد سرقتم أحلامي وطفولتي بكلماتكم الفارغة. هذه كانت أكثر جملة أثرت طبعا بكل العالم، وأضافت أن الخطط اللي عم تكشف عنا الزعماء طبعا لن تكون كافية للرد على معدل ارتفاع درجة الحرارة بكل العالم بشكل عام. هلا في كتير عالم ايدتها لغريتا، وفي كتير عالم حكي بتعرف انه اوقاتا كمان بصير في قصص مثل انه هلا عم تضوع هيدي الفكره وتركين كتير قصص، بتعرف العالم بتصير تعلق مع وضد، بس كانت كلمتها لغريتا كتير مؤثره لكل العالم وللسليبرتيز كمان. وطبعا هي معروفه غريتا انه كانت عم بتشارك كل يوم جمعه بمثل مجمع او اجتماع بسويسرا، وكانت عم بتغيب من المدرسة بهدف جلسات صح بهدف توعية، يعني توعية مش بس توعية، كمان كانت عم تعمل مثل احتجاج خارج البرلمان السويسري، وكانت هي من ضمن الفئة هذه الموجودة. فكانت كل يوم جمعة تغيب عن المدرسة لحتى تحتاج أمام البرلمان السويدي طبعا مع العديد من العالم، بس كانت هي الأصغر سناً. ومن هيدا الاحتجاج اللي كانوا عم يعملوه طلعت فكرة أو حركة عالمية للمناخ بتعرف باسم Fridays for Future، أو بمعنى أيام الجمعة من أجل المستقبل. يعني كانوا كل جمعة يعملوا هيدا الاحتجاج كرمال التغير البيئي. وطبعا بتجدوا الإشارة أنه غريتا إجت من أوروبا للمحيط الأطلسي على متن مركب شراعي خالي من الكربون، كمان محافظ للبيئة. فكانت هيدي لحالة رحلة صعبة لهيدي الشابة الصغيرة والناشطة البيئية. هلا في العديد من العالم علقوا على الفيديو او خطابها لغريتا، ومن بيناتهم طبعا اليونيسف حيتها على جرأتها وحيتها على كلامها. وكمان لما نشرت غريتا الفيديو خطاب اللي وجهته على صفحتها على انستغرام خلال 13 ساعه بس جاب اكثر من 2 مليون لايك، فصارت هي ترند. هول اليومين هيدي القصة كلها صارت ترند بكل العالم. مش بس هيك، في كتير تويتس مش بس لليونيسف كمان لعالم منظمات عالمية طبعا لعالم مشهورة، ومن بيناتهم طبعا من بيناتهم نجوم عالميين، بيناتهم بينالوبي كروز اللي نشرت الفيديو وقالت له انه برافو، بمعنى عم بتهني على جرأتها. ومش بس كروز، كمان ليوناردو دي كابريو اللي معروف هو بنشاطه البيئي واهتمامه للبيئة بشكل عام غرد على تويتر، وكمان جاب الفيديو اللي نشره من قبل غريتا أكثر من 1 مليون لايك.
وبتجي الاشاره مش كمان السليبرتيز اللي علقوا على تويتر. كان دونالد ترامب من الرؤساء اللي علقوا على فيديو غريتا، بس كان شوي يعني لا اقرا لكم اياه. غرد دونالد ترامب بما معناه يعني يبدو انها فتاه صغيره سعيده تتطلع الى مستقبل مشرق ورائع. هلا هو ما حط حاله انه هو اللي معني بهذا الخطاب، مع انه هي عانت كل العالم وحتى كانت عم بتوجه عم بتوجه الرساله لكل الرؤساء ولكل المعنيين بالتغير المناخي بكل الاسباب. نحن بنعرف انه في كثير اسباب عديده للتغير المناخي بشكل عام، فهي كانت كثير مأثره بهذا الخطاب وعم بتوجهه كمان للرؤساء الموجودين بقلب القمه.